احا احا لا ياكلها ويكسر عينك يا بدر. بدر خلاص يا بدر شب ولا كلمة. أكثر شخص راح يتحمل الشطة الحارة هو اللي بيفوز معنا، ولكن عندنا 6 جولات وفي كل جولة راح نبدأ باختيار شطات بمختلف درجات الحرارة، في منها الدرجة البسيطة ومنها الدرجة المتوسطة ومنها الدرجة الخيالية. أصلاً شوفوا شكلها هذه يمكن تموت على طول، وما راح نخلي الشطة بس يدقونها، لا 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 ركز معاي، راح نضيف معها الدجاج الأسطوري وراح يتمتعون يستلذون، وراح مو معنا أساطير باور المسطرة، الأساطير الستة فيرفول صايب راكان بلو يديد ريان. هذا اسرع تعريف كنت شفته بحياتي على طول زي سريع. طبعا يا جماعه اي شيء في اختصاص حراره دجاج هذا عندي، خلوه انا اعرف له. الحين اختصاص حراره وشطه وهو بنموت، ايش دخل عطرك؟ العطر يعطيني قوه اني اتحمل التغار. تغار ابتسم من اول جوله. شوف دريم هذا رجول يا حبيبي الراعي الرسمي، ايش تبي يروح معي وين ما اروح؟ في شيء لازم تعرفونه قبل لا نبدا، انه كل شخص الحاله في هذا المقطع، ما في اتيام، ما في افريقيا، كل واحد نفسي نفسي، وكل واحد لازم يثبت انه هو الاقدر من بين الجميع. وقبل لا نبدا يا جماعه لا تنسون قناة الفريق الآن، القناة الحبيبة الوفية. الله صح يا جماعة، كان عندي تاريخ أنا من بداية. يا الله يا الله يا اشتقت لها بشكل مو طبيعي. إي والله العظيم أحس أني مرة فقدتها. الآن يا جماعة وصلت 3.28 مليون مشترك، فالرقم رقم جبار وضخم. فلا تنسى عزيزي متابع، لأنه نسبة المشتركين اللي يطلعون في المقطع فاشترك الله يسعدك. وغير كذا يا جماعة أنا راح أبلغكم، تعرفون أني المصدر الأول الأخبار والمعرفة في روابط التذاكر، انفتحت تذاكر جديدة. التذاكر هذه توكل والله العظيم انها جالسين الناس ياكلونها اكل، فممكن تخلص عليك تلحق ما تلحق. فرابط موجود، اول رابط اضغط عليه واشتر تذكرة وكل مع اللي ياكلون. ومع اول جولة يا جماعة، الجولة الاولى هي جولة تحمية، تحمي المعدة تخليها تتحرك عشان تتمرن عشان الاكل الجاي. الشطة بسيطة وخفيفة. بسيطة وش خفيفة يا جماعة؟ خفيفة خفيفة فيرفول، معدتك انا ادري فيك قولون وفيك اشياء، لكن هذه صدقني راح تقدر عليها. الافضل بالتاريخ ايه، اهلا وسهلا. ايش تبغى؟ ابدا هنا بسيطه. وش ابدا هناك؟ ابدا من هنا. لا لا ابدا من عندك ورب الكعبه. يا عيال عيال خذوها مني، تراها ايزي مجربها. بسم الله امسك دحوم، خذ حط حط حط, حط عندك حط. راح نبدا باول جوله مع الجهه اللي في اليمين. الان مع الشطه الاولى راح نبتدي مع الجوت. طب جوت الاشياء. اصبر. اوه الريحه. ايه خلاص خلها. اذا ريان حبيبه سوى فيه كذا انا وش يسوي فيني؟ اصبر اصبر اصبر. لا ابو لعبه ثقه خالد، الحين لعبه سولو إيه؟ حلو، لازم اضبط اللي جنبي لازم اضبط. والله ما حد يتظبط. تكفى والله ما حد يتظبط. هذا تحمي المعده عشان بس والله احميلكم. بس 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 بس, بس, بس. يا اخي وش تبغى؟ دوروا المقدم ثاني. انا اللي انا اسوي هوست. خلها فل صارت فل فل. غطي بس بس. تغطت يا زمان المضى. اول كنت انا اول واحد تبدا فيني في المقاطع، الان انا ثالث واحد. ها تبدا عشان والله اني عشان يحبك ودي ابدا بك اخر واحد. العافيه بدر. العافيه صايب صايب. غرقت صبر والله ما راح ناكل. ايش الريحه؟ بشوي اشتك. شطيتكم فيها يا جماعه دجاجه. اول شيء هذا اللي انا مسويه لكم والله العظيم عشانكم انتم، لاني انا احبكم، ابغى امرن المعده حقتكم على الاشياء اللي بعدها. قبل لا تبدون في شيء مهم مره، قولوا بسم الله. ابى اقول 3 2 1 تاكلون كلكم. ليه؟ تمام. وش اللي ليه؟ ما في اسئله لكل واحد. لا لا هذا تحميه، هذا تحميه فقط تحميه. يلا 3 2 1 ليتس جو. كل كل. طيب اللي ما ياكلها يا حمير فزت انا. وش ما اكلها؟ يا اخي يا الله يا انت ايش قاعد تقول يا ريان؟ انا ليش اكلها؟ عشان تفوز، عشان تروح المرحله اللي بعدها يا اخي. ليش؟ اللي بيحمل الحراره تحطه في الجلد. يا عيال ترى هذه لذيذه. ابو سعود انا اشتهيتها، بدي اكل بدي اكل. ليك على ابو مقاطعكم. هي في لذعه، في لذعه على اللسان قاعد تجي، في لذعه قاعد لذع قاعد لذع والله قاعد لذع. يا شطتكم فيها حبيبات. ايوه خلصك لسان. ركاب بالله والله اني احس انها تشهي مره. يا جماعه فيرفل تجاوزها، صهيب تجاوزها، خالد بلو تجاوزها، القط صاحب الارقام القياسيه في المقاطع حقت مور حقت جميع المقاطع الشباب. اللي ما قد خسر عيني ما شافت تخسر، عيني ما قد شافت تخسر. فاز الان اخوه ركان. يعني ما ادري ما عمره ما ادري ايش اسوي، ما ادري ايش اقول والله والله سبحان الله. شلون تو ما ادري والله. ولا البطه السوداء؟ طيب لا البطه السوداء لا يزيد وكملها. خلصت اكلتها والله. ورني 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 ابدا اكل. لا لا ممتاز ممتاز. ايش دعوه؟ اوكي انا ما اتحمل. هو حلو صبر بس انا يلدع. بس صبر 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 صوت صوت يا جماعه
ترى هذه الجولة كانت بسيطة. إيش؟ الجولات الجاية راح يكون فيها تحديات وأشياء مختلفة. ما هي منش الأسلوب هذا فقط عشان تجربون. موية. ما في موية. تشرب موية تطلع برا. لا 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 ما أتدخل. الآن يا جماعة الجميع تعدى الجولة الأولى. والله العظيم إنكم كفو كان الجولة العادية. وش تبغى وش تبغى؟ موية. تشرب موية برا على طول. يلا سلام. برا 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 برا. لا لا. ما أقدر. أبي موية أبي موية. برا. كيف برا؟ ما في مويه. بدك تشرب؟ بدك تشرب اطلع برا. ولا بعطيك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة كيف خماسي. طيب الآن بنغير صحون ونجيب صحون جديدة. يا ولد المويه المويه. يا أخي أنت يا عيال حرام. كسرت راسي. ميه 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 بكفي. بدك اطلع برا. الآن الجولة الثانية راح نستخدم شطة مستوى أعلى. صادق بقليل. شيء بسيط شيء بسيط شيء ما راح تحسون فيه إن شاء الله بإذن واحد أحد. أما إذا ما راح تعاني كويس. هذه الشطة ولكن في هذه الجولة فيها شيء مميز وفيها شيء سيء. الآن باور نزلين كولكشن عطور باور كلها راح أشوف وأختبر حاسة الشم لكل واحد منكم. اللي ما يعرف العطر اللي بيجيه أوب الكعبة لأغرق أم الدجاجة حقك. فرجلي ها فرجلي. لا لا ما له دخل ما له دخل. عطور عطور نوع عطر نوع. ادري والله مقدر انك يعني الراعي الرسمي يعني والله يعني ودي يلا يلا ابدا والله شكرا يا اخي. اللي راح يعرف الجواب ما راح ياكل دجاجه تمام. واللي يخسر ورب الكعبه انا راح احرص انها تكون الدجاجه حقتها مغرقه. تمام بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. راح الان احط قدام كل شخص عبوه ما يعرف وش اسم العطر فكل واحد عادل فاهم حتى انكم فاتحين والله ما راح تعرفون وش العطور هذه. لا تحلف. ايه لكن الاسامي حقت العطور كلها موجوده عند الاداره الخلفيه للتصوير المحتوى هذا. عبد الله ازم بسم الله الرحمن الرحيم رب الكعبه انت اول. تعطيني هذا؟ لا انت هنا وقف وقف هذه. ايش ما اقدر الف؟ لا 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 تلف. عندك هذا عندك هذا. لا تلف يخش خش. عندك هذا عندك هذا عندك هذا. طيب الان مع اول شخص بيشم العبوه فيرفل خلني بشم. وين الريحه؟ وين الريحه؟ الحين لازم اقول حق مين؟ اي هذا اقول حق مين؟ عطر من؟ هذا الراعي الرسمي الجديد. هذا عطر ابو نوح ولا انا ما افهم؟ هذا الراعي الرسمي الجديد ولا انا ما افهم؟ اجابه صحيحه 100%. هذا هو العطر يا جماعه موجود بالكولكشن. شلونه؟ لو ما راح اعلمك لونه احمر. فانتم الان الباقيين موجودين راح منكم خير. انا اول مره ادري انك بتنزل عطر. لا لا عد والله انك تسوقها. قسم بالله انه تو ادري انه في الكولكشن موجود. بالله عليك اقسم بالله حتى انا اقول شيء ما شميته بعد. بالله عليكم والله العظيم باذن واحد احد انه راح ينزل العطر قريبا في قريب مره العاجل قريب العاجل. بلو بسم الله الرحمن الرحيم نبدا معك. اقسم بالله اني ما شميت ولا عطر الا يمكن حق الزوز وحق ركان وحق فير بس. والله ودي تساعدني. وين انا ما اشوف الفتره. والله العظيم اقسم بالله مستحيل تعرف. ورني يا غدار. ها شميت؟ اصبر لا لا دخل خشمي. يا عيال بدر لما يجي يشم عطر زين مرته يسنشق كله فوق يسنشق العطر كامل الين ما دخل عيوني. انا احس اني حلو والله عندي خيار. حلو حلو مره. لا هو ذوقين يا ذوق ابو الشو ايه يا ذوق ابراهيم العمري لانه متشابهين بنفس الريحه او لا او نفس اللون. يب خيارك. الجواب يا رب يغلط يا رب يغلط يا رب يغلط. الجواب عندك عطر ابو شو او عطر ابو شو احمد شو احمد شو احمد شو. مساعده بسيطه والله مساعده ابو شو. والله العظيم ان هذه المساعده ابو شو نبغاك تشم العطر هذا. هل هذا عطرك ولا هل هذا عطر تشم ريحه عطرك ولا لا؟ مره مو عطري. اها جاتك مساعده. ابراهيم العمري. عطر ابراهيم العمري. لا 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 اصبر. ثلاثة اثنين واحد. ما اقدر اعطيك وقت اضافي. ابراهيم العمري. ابراهيم قال عن هذا عطر ابراهيم العمري. الاجابة غلط. طيب مين كان في بالك الشخص الثاني؟ مين كان في بالك الشخص الثاني؟ بهاء. والله جابها بس ما اقدر اسمح لك. والله ما اقدر اسمح لك. هو ما اقدر اسمح لك. هو صح بهاء. ليش تضغطني؟ ها هو بهاء هو بهاء هو بهاء هو بهاء. كارني بسم الله. لكن لك لازم اعبي لك واغطي لك. انا حلو. ابو نوح ابو نوح قول له يلا يمين قول له يلا. شوف لونها خير. انت ذاك وش ذا اللون الغريب؟ لا ذاكوا والله خليني نشوفه. والله لا والله لا لا انا حلفت اني بغرقها. غرق غرق يمين غرق يمين يا اخي. انا الحكم صح؟ لا حول ولا قوة. ايش تسوي انت؟ وش تسوي؟ العطر هذا مين؟ عطر مين؟ ايش ما شميته؟ اطبخر اطبخه عط. ايوه 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 خلاص خلاص كثرت ما لك دخل. ايش هذا؟ الله الله لا 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 مستحيل مستحيل. الله الله يا جماعه اكلت موز وفراوله وبرتقال. ايش هذا؟ اكلت جميع انواع الفواكه. وشو طيب؟ وش يعني مسوي غبي؟ وشو مسوي غبي؟ اي وشو؟ عطر بور. عطر بور؟ ايش؟ القط القط يا جماعة تكتب. المشكلة العطر الأحمر اللي موجود في الكولكشن. الإدارة العليا للجنة التحكيم
الإجابة صحيحة. ياا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 ا
خلنا نشوف العطر يا صهيب. عطر من؟ نعم بسم الله بسم الله سم بالله وبخ بسم الله. لا طعم هذه دجاجة ما بدي. شوف انا بعرفش غير عطر واحد صراحة، هذا مو عطر دريم يا عمري، عطر واحد بعرف ايه اللي بحبه، عطر واحد شو هذا؟ هذا ساكي، هذا ساكي. لا 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 ما بعرفش غير لا دريم. ايوه دريم بنفسه بنفسه خس حبيبي حبيبي والله انا والله عرفته بس ياك شطه حبيبي انت إيه؟ عرفت وش العطر صح؟ اي بس ما انا بتعطيني دريم بقول لك دريم، هذا مو دريم بس والله 5% زياده. اي عمري كمل تستاهل. اي سؤال صهيب لكن جد انا اسالك جد إيه؟ هل انت تعرف العطر هذا؟ اي لكن ما تبغى تقول اسمه. لا لماذا؟ لانه دريم مو عطر، مو الراعي الرسمي. لو الراعي الرسمي حقي هذا هو الولاء كان قلت لك. انت تعرف ان العطر هذا الان ايه هو العطر الذي نافس ومحطم ارقام جميع الاسواق وجميع الفعاليات وجميع المنصات، لكن حتى انك صعب تنطقه سالك القلب. انا عندي عطر واحد دريم. عطرك ما عندي مشكله، لكن انا اسالك يمينا بالله ما تعرف ايش هذا العطر؟ هذه هذا يلا ايوه صايب ايوه. عشان تعرفون يا جماعه فقط صهيب ثقل لسانه بسبب انه الراعي الرسمي العطر راكان وريان. هذا العطر هو عطر هرتشلي المعروف لا يعرف يا جماعه، علم على راسه نار، نار على علم او الظاهر انه زي كذا، لكن ما راح ما يقدر يقول الاسم هذا بسبب الكبرياء اللي موجود في جسمه، ولكن باذن واحد احد دام انه ما قاله ولكن في عقله الباطن انه يعرف ان هذا عطر هرتشلي راح اوكله الدجاجه هذه وقسما من يمينا بالله لا اغطيه. عادي عادي لو تخليه 6000 وات اكل ياكلها ويكسر عينك يا بدر. بدر خلاص خلاص يا اخي بدر شب ولا كلمه شبت بياه شب شب كل شب كل كل مأهور. ما كلمتك ما كلمتك مأهور انت الثاني مأهور كل كل انا الحكم كل كل ركان ركان هل انت جاهز؟ اي جاهز جاهز. ركز معي ركان ها العطر في عندك احتمالات كثيره راحت من عندك صح. عطر اول عطر عطر ابو نوح وعطر خشب وعطر باور وعطر فيرتشولي باقي الان عطرين حلو يعني اربع خيارات الان ارتحت منها. هي كم عطر توتل؟ توتل ما ندري كثير والله ما ندري عوده لا 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 ورني هذا عرفت ريحته عرفته ابراهيم العمري رمادي ابراهيم العمري اجابتي ابراهيم العمري ابراهيم العمري دقيقه ارحمني قول لي راح اوري راح اوري الساعد المشاهدين العطر الان ابراهيم العمري عطر ابراهيم العمري ياس اي صح صح والله معلش متعود تدورها من الله والله والله متعود تدورها من الله مسكين متعود يقول بكثر ما يعذبك متعود. هلا ابوي هلا هلا امي هلا بدنيتي هلا بتاج راسي هلا والله هلا بيزيد هلا بولد فيرفل يا بعد يا مرحبا والله مسهلا. وش البوسه هذه؟ من قلب الواحد. طيب وش العطر اللي عندك؟ شف شف صراحه ما ادري والله ما الحين ما بخ 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 بسم الله بس ما اني متذوق للروائح ايه فراح اشم ان شاء الله كثير بخ عطني دقيقة ببخ على يدي شفته ما يسمون والله شميته. وش تشم الآن؟ شم ليمون صح؟ شم ليمون اي احس ريحة حموضة. هذا روب هذه عباطة روب. لا 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 فيها عود. ايوه فيها عود. لا ليمون. لا لا تلعب مخي ليمون. هذا حق فارس حق فارس هذا حق فارس. لا لا الآن شم انا اقول فيه عود. فيها 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 حكم انا حكم فيها عود. شوف واحد من حقين فيفا يا فارس يا احمد شو طب اختار واحد صدقني هذول فيهم كبرياء الراعي الرسمي لازم تعرف شيء يبون يخسرون اي احد. جاب جاب فارس ابوك احمد شو يا اخي اجابتي فارس فارس اجابته فارس الاجابه قال اجابه فارس ايوه يا رب يا رب هذا هو العطر. اوبا للاسف للاسف كويس ما هو عطر فارس هذا عطر احمد شو. يا اخي اسمع من ابوك يا اخي اسمع يا اخي هذول الرعاه الرسمي ذول يبون يخسرونك يبون يخسرونك يا ولدي والله ما يبون يخسرونك خليك من البيرتولي ساعد الناس والله ما أحمد اعق شو. فيك احمد شو احمد شو والله تعال تعال ما اعق فيك ابغاك تعلمنا هل هذا هو ريحه عطرك او لا. السلام عليكم تمام ليش بخيت عشان تشم بقوه براسك. ايوه هذا عطر ايوه هذا هو ايوه ايوه طيب ابو شو هذا خشم فصل الله يسعدك. لا لا بس 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 يقول عطر فارس هذا ورب الكعبه ابو شو ما تمشي هذه شو ما تمشي فيرفل اشهد اشهد ها شهاده فيرفل قال هذا عطر ابو شو شمها شمها قال هذا عطر ابو شو وجالس يحاول يغشه لكن هذا حمار والله اني مزكم والله فانا اشوف انك تتفاهم معها الان
تفاهم. والله حبيت راسك. لا يا شيخ يا رجال حط له الشطه، حط له الشطه، حط له. لا يا ابو شوق، لا يا ابو شوق، ابو شوق، لا يا ابو شوق. ايوه بركان، بركان ابو شوق. احسنت احسنت. الان اول واحد راح يختار ياكل قدام ابو شوق. الان تاكل، اصبر الان بما انه غلط. طيب يزيد راح ياكل قدام ابو شوق. لا 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 تغلط في عطره، تغلط في عطره. وشلون تغلط؟ والله حبيت راسك، رميت كل كروتي بس ماس. لا ريحه الشطه. ايوه ريحه الشطه. بالعافيه يا عيال ريحه. ايوه بالعافيه. اتوقع اتوقع ما تنسى، ما راح تنسى الريحه. تبغى نبخ تحمل تفلها واطلع. اص مش هذا صفرت عرب عرب هذه. الله اكبر، الله اكبر. كم كم قوتها؟ نص مليون. يا عيال ليكم قتلتوا. لا 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 هو والله ابو شوق قتلتوا، قتلتوا والله. هذا هو بايس راسك ابو شوق والله. لا 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 هو كذا. ايش هذا يزيد؟ ايش هذا؟ شلون صار؟ ايش هذا؟ تموت الان مع الشخص الثاني. انت شلون انحطت عندك شطه؟ ما جبت صح؟ ابغى مويه. بيخسر بيخسر بيخسر. با 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 من الشطه الثانيه تطلع. ايوه جيب لي مويه. خلاص بيطلع. ايوه جيب لي مويه. ايوه احتر والله يا عيال. يا بدر مو بوقتك يا اخي، بدر مو بوقتك. الولد محتر. الله تحسبنا بنحزن يعني؟ تعير يزيد تعير. يلا رجعني. طفشت يا اخي. ترجعني ورع انا، رجعني. هاي بيرضيك والله فكي. الان خسرنا يزيد، طلع من المنافسه لانه شرب مويه وشرب حليب وشرب جميع الممنوعات. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني، ركان يا جماعه ما راح ياكل زي ما تشوفون، لانه جاوب اجابه صحيحه فما راح ياكل. انه صهيب الان هو مجاوب جواب خطا وراح ياكل. هو ما جاوب، هو ما جاوب، هو يعرف الجواب في داخل نفسه ولكن كبرياءه ما يبغى يجاوب. يلا كول. ما عليك كل واشرب مويه. يلا كول كول كول. يا عمري يا عمري زين. 5% 5% تعبرني. يبلعها يا يهضمها ويبلعها. تكفى صايب اسكت انت. ايوه ايوه ايوه. طيب ورنا القوي ولحس الصحن بعد. لا 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 ورنا القوي ولحس الصحن. والله يا رجال يا عمري فامباير مصاص دماء. ايوه كل الدم. اشرب اشرب اشرب. ارحمني يا صايب. 10% زيادة. كمل كمل والله كمل. 10% زيادة إذا خلصتها كامل وحس الصحن. 10% اخرس يعاملني بطيبة وإحساس. العافية زاكي صايب. يا الله زاكي. خلاص خلصت خلصت خلصت. زاكي صايب. زاكي زاكي اسمع. زاكي العافية. يلا بسم الله. رسمي أس هنا. والآن الآن الآن اصبر اصبر اصبر. لا 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 ولا يمكن ولا يمكن اسمع بهذا الشيء. وقف. نو 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 نو. خلي 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 خلي. لا 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 وقف. برهانك وقف. لا معلش ابو نوح. هو كذا كانت هي كذا. وقف هي كذا. وقف سويت كذا يا اخي. وقف يا ربي. واذا قلت لك فتش لي ولا عطر ابو نوح. ما اقدر ما اقدر والله. في حاله في حاله قاعد يناقز. بس 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 والله ابو نوح والله والله حار والله حار والله حار. ايش دخلني؟ ايش دخلني؟ انا حكم ما لي دخل. هذا قوانين اللعبه. اقسم بالله لا اكسر عينك. اكسر عيني عادي عادي. انا ابغاك تكسر عيني. اقسم بالله لا اكسر عيني. اكسر عيني اكسر عيني ولا حس الصحن بعد. اها اها اي حلو حلو مبسوط. ايوه ايوه لا حس الصحن بعد. والله كلها كلها يا جماعه. الان حابب ابلغكم بشيء مهم. الان هذه فقط الجوله الثانيه، باقي لنا الجوله الثالثه. هذه اللي شفتوه فقط الجوله الثانيه وطلع منها واحد. الان الجوله الثالثه راح اختار يا كوره بيضاء او كوره صفراء وراح اوريكم اياها فقط انتم يا المشاهدين وكل على المتسابقين انهم يتوقعون هل انا اخترت الصفراء او البيضاء مع اول شخص واللي هو صهيب. ايش إيه؟ لا ببدأ معك. شو بديت قبل مع فيرفول؟ ببدأ معك الآن. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. صايب هذه الكورتين بخليها معك. راح أختار يا جماعة هذه الكورة. تمام اخترت هذه. ورب الكعبة تغشش ترى شايفك. هذا ورب الكعبة ليش تغش؟ صايب أنا اخترت الكورة البيضة أو الكرة الصفراء. إيش يعني؟ اخترت الكرة البيضاء أو الكرة الصفراء. إيش أسوي أنا؟ أنا مفهوم. أنت طلع طلع الكرة اللي أنا اخترتها. أنا أعطيتك كرتين يا كرة بيضاء أو كرة صفراء. لا لا معك بيدك. الكرتين معك. إي أنا داري كرتين عندي كرتين أنا. يا الراعي الرسمي تثق فيني. ورب الكعبة لو تقول كلمة يا ريان لو تقول كلمة. إي ماني قايل له لون. لا 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 ماني قايل له. ما أقول له كلمة ولا تقول له شيء. إلا لا ممنوع. أنت شايفني وأنا وش مختار. أها شوف 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 ايش قاعد يسوون. لا 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 ولا ولا يمكن ولا اسمح ولا يمكن. قاعد يحطها هنا. هذا يقولها انت قولها. يقول ما تكلم يحطها بيضه. شوف
انا عندي قائد بحياتي، اشوف كلام عمي واعمل عكسه. ايوه والله العظيم. وش بتختار؟ وش تتوقع انا مختار؟ هضره بدره. قال لي يا عمي اضرب 10 1 2 3 4 7 8 9 10. لا اسمع كلام عمي، انا دائما والله ما اسمع كلام عمي. تحكي ياس اختار. والله العظيم يا جماعه والله لا بارتيك، سمعت كلام عمي لما كنت اعد واجيب العيد فبطلت اسمع كلامه. ورب الكعبه كويس، ريان شافني يا جماعه وانا اختار الكره هذه. شوف دقيقه كويس. والله لا خير ورب الكعبه اني اشر اللي عليها. ايه ريان غشش فصهيب فاز، من حقه يفوز كويس، ولكن من غشنا فليس منا يا جماعه. المسلم من سلمه المسلمون من لسانه ويده. لا ما هذه اللي دخل، هذه لا، من غشنا فليس منا، هذه خلونا على هذه. انت غشاش. لا ورب الكعبه انت غشاش. والله ما غشيت. دقيقه الصبغه حطها. خليه يلعب اول حبيبي. حبيب غش غش والله ريان. طيب اسمع، دبل اور نثينج. يلا روح روح يلا روح. دبل اور نثينج والله ممتاز. اذا جبتها غلط دبل اور نثينج تكون عندك زياده شيء. قلنا دبل اور نثينج مع ريان. راح اختار واحده من الكرتين هذه وراح اختارها ولا اختارها. يا اخي شوفون كمات والله. والله ما اشوف. يلا قسم بالله انهم يشوفون. طيب راح اختار هذه، هذه اللي راح اختارها. تمام ريان. هلا بدر في ذمتك. ها نفس اللون اللي اخترته. اي قدام الناس، الناس شايفين. ايه ريان ببشرك شيء بس. وشو؟ اذا اخترت والله ما تكمل. يلا ما عليك. حلفت. بكمل. وش السالفه؟ وين الكور؟ اي هذه يلا اختار. طيب بدر عارف مخه يا جماعه، يبي يقهرني وراح يختار نفس اللون مره ثانيه. اختيار اخير؟ ايه يا شو اسمه جورج غرداح. ايوه متاكد؟ يلا لا لا اختيار اخير. اسالك بالله اختيار اخير ولا لا؟ اختيار اخير. طيب يلا كل 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 اختيار اخير. اي اخير. اي اخير. اسالك بالله اخترت ولا لا؟ اي اخترت. ارقم 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 دخلني يلا ارقم دخلني يلا دخل روح رسمي روح رسمي روح رسمي ايش دخل ثاني سر امه يا عيل انقهرت والله. طيب الان مع ركان. يلا ركان بختار كره. يلا امسك امسك ركان. الان اختياري هذه الكره. احسب حساب توأم ترى. ها طيب يلا ركان اخترت الصفرة او البيضة. الحين ايش السيناريو بدر؟ ايش بيقول؟ ايش السيناريو بدر؟ ايش بيقول؟ بيقول يا الله ركان بيقول نفس كلام اخوه، وان الثانية الثالثة بيقول يختار برتقالي، لكن بيختار البيضة. البيضة. انا ما قعدت مع بدر منوح فترة طويلة الا انه كان يقول لي شيء، كان دائما يقول ريان اذكى من ركان. ايه دائما راح ياخذ الثالثة برتقالي. طيب يلا طلعها. اسمع مني طلع. اخترت البيضة؟ او البيضة واكسر عيونكم كلكم. اجابة صح. يا اخي والله يا اخي من عاداتك يا اخي انا منقر والله. اعطوني طب بقى دوري انا. يا ابو سعود بالله اذا جاوبنا كلنا صح يتعاقب هو. راح اختار كوره وفيرفل بيختارها. ها اختياري هذا اللون دحوم. شوف اسمعني. ها شوف ها ها شوف ها لا اسمعني ها. الشخص الوحيد اللي ما ابغاه ياكل الدجاج الحار في هذه الجوله، فتكفى جيبها صح. انا ما عندي مشكله عادي. انا ما اقدر اغشش. انا ما اقدر اغشش. انا ابغخ على الشيء اللي انا احس انه هو. تمام انا نسيت ايش اخترت. ترى ازم. ها ذكرني. لا 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 كان موجود. اي انا جاهز. يلا هذا اختيارك. البيضة. البيضة. بدر ايش في وجهك؟ والله الظاهر اني مختار صفراء. مختار صفراء. مختار صفراء ولا بيضة؟ مختار صفراء. يلا غرق. ما ينزل ما ينزل. هذه عالية مرة عالية مرة. بس هذه عالية مرة. انسحب انسحب. جوست هذا جوست. اوه ماي جاد. فرها دحوم. جوست بيبر. جوست بيبر. يس. جوست بيبر صوص. بموت. احر شطة هذيك اللي كذا شكلها كذا كانها عجيز. عادي انسحب ما اكلها. دحوم يلا الان عندك الحارة. طيب انا قبل ما اتكلم اوكي انا قبل ما اتكلم انا صراحة زهقت، شفت انه ما حد قاعد يجرب، قلت ابغى اخسر ولا نعرف ترى بدر اعرف حركات اعرف انه بياخذ برتقالية. طيب القم القم شوف القم القم القم. المهم الصوص هذا جوست بيبر، وانا عندي والله مشاكل بطني ما اقدر اتحمل الحارة الفترة الحالية هذه، فانا بتذوق وبعدين بشوف بحدد. ايوه ريحة كيف؟ ايوه كيف 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 كيف؟ ايوه يا لذعة صح؟
انا ايه؟ انا الحين قاعد اضحك يمكن القم. لحوم شكرا انسحابه. عيال هذه ست ثالثة قسما بالله ان اللي احسه مره صغيره انه قاعد ينبض داخلي، احس في انسان كذا في قلب عايش داخلي. اعوذ بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. الحريم الحريم انسحاب الا بالله. ما اقدر اكملها والله. ما تقدر؟ والله ما اقدر. فيرفول يعلن انسحابه. تحيه تحيه فيرفول، ما قصرت والله. ما اقدر معليش يا عيال، والله ما اخاطر على صحتي. الان فيرفول طلع، والشخص الاخير معنا في هذه الجوله هي هو خالد بلو. راح اختار وما راح اشغل عقلي. قبل ما امشي تفضل. اهلا وسهلا يا مرحبا. مع السلامه. هذا هو اختياري. الكور معك خالد؟ لا، هنا 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 عندي شطتين. جاهز خالد؟ هل اخترت الكره الصفراء او البيضاء؟ هذه صفراء. ايه للاسف اجابه غلط. قبل ما اقول لك شيء واحد، تذكر تعرف لما تاكل شيء حار تو طالع من الفرن يجيك الحراره ذيك اللي تقعد معك ثلاث ايام؟ ايوه هذه الحراره. ابدا الحين قال لك كلكم ترى. احا احا لا لا بس 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 بروح 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 بس 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 انجن 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 انجن. طيب ايه تذكروا تذكروا تكفون اذا فزتوا كلكم ترى هو بيلقى. تبي تكسر عيني صح الجوله اللي فاتت؟ يلا اكسر عيني الحين. تبي تكسر عيني؟ ها يلا اكسر عيني مره ثانيه. وشو؟ بجو بعد واحد. بسم الله. معي واحد. 22 منديل. 2 ونص منديل. منديل هذا وشو؟ هذا منديل. هذا منديل. اي منديل. شيك انت ضيع ضيع عقله. يقول منديل منديل. هو هذا منديل. هذا منديل. راحت الشطه في عقله. هذا منديل. 4 ضد 4 مويه. 3 هذا وشو هلا عم بتحول؟ ها خلاص. اللي قبلها احر صح؟ خلاص خلص. يلا اللي بعده. اوه اللي بعده اكسر عينك. اوه لا لا اكسر عينك. اصدق لك والله خالد، والله اصدق لك خالد. تستاهل والله، جالس يتحمل. يب والله انه بطل. طيب الان يا جماعه الشطه الرابعه. يقول لك اللي ياكلها يتحول الى زومبي وياكل لحم بشر. ما ادري هل هذه صحيحه المعلومه او اشاعه. صحيح يا بدر، انا سمعت عزم. عزم يقول انه فيه اشاعه، يقول انه عزم كلاها تحول الى زومبي ثم رجع طبيعي. ما ادري هل المعلومه صحيحه ولا شائعه. طيب راح نبدا بفقره المزاد. فقره المزاد يا جماعه راح يكون كل اثنين ضد بعض في هذه الجوله. ريان القط ضد خالد بلو. راكان الاخ الحرامي واللي عود اخوه على الحراميه والاخو الكبير بخمس دقائق وصهيب. راح يتنافسون في المزاد، وراح يتنافسون في اسئله جدا جدا غريبه وجدا متنوعه. ابو سعود وش السؤال؟ اسئله. اول شيء راح ابدا مع راكان وصهيب. تمام. انا في تاريخ بيني وبين صهيب في هذه اللعبه. اوف. ولاول مره في التاريخ راح احط فقره كذا يعني من الناس. يا جماعه انا جاء في بالي اني احط فقره فيها جغرافيا. سبحان الله ما ادري ليش. ايوه اتذكرتها. ليه جغرافيا؟ تذكرتها. مسموح لي جغرافيا؟ مسموح مسموح مسموح, مسموح, مسموح جغرافيا. ايش فيك صهيب؟ اتذكرت انت نسيها، نسيتها شكلك، بس انا اتذكرها زين. فقرة جغرافيا جغرافيا. خلي بعلمك انه حياكل زومبي. طيب اوكي اوكي حلو. اوكي اوكي اول زومبي من قدام حيكون واكله. تمام ما في غيره. خلاص والله زعل مني زعل مني، ولكن لاجل عين تكرم مدينه راح اغير الفقره من جغرافيا الى اسامي لعيبه كره قدم. ممتازة؟ ممتازة هذه ممتازة. يلا جاهز؟ طيب كم ابغى اخليها عامة، كم تقدر تعدد لي اسم لاعب؟ وين؟ لاعب في دولة البرازيل، في يلعب مع المنتخب البرازيلي. الآن والزمان ولا التاريخ؟ في التاريخ كامل. يلا الجولة يا جماعة راح يكون في 30 ثانية، أول شيء راح نشوف كم العدد اللي يقدر كل واحد يعدد من ايش يسمونه؟ اللعيبة. كم تقدر ركان؟ خمسة. خمسة صايب. صايب كم؟ بدر غيرت لك الفقره من جغرافيا الى لعيبه. بدر ايش تبغى؟ تعرفني انا حمار بالجغرافيا، وانا حمارين مش حمارين في كرة القدم، عاش غير ميسي وكريستيانو. عاد مالي دخل، مالي دخل. خشم ما يدري، هلا احكي ستة يقول لي روح. ستة؟ تبغى ستة؟ ولا خمسة على الأقل؟ ستة. ستة. سبعة. كنت أقول أتحداك. سبعة. صيب عندك واحد. نيتا يروح. سبعة. سبعة لعيبة. سبعة لعيبة. مع كم ثانية؟ 30 ثانية. 30 ثانية. بالله تايمر. تايمر يلا. واحد اثنين ثلاثة ابدا. روبرت كارلوس، رونالدو الظاهرة، كافو، روبنهو، رونالدينهو، ريفالدو. باقي لا لا باقي لك لاعب. وينو جرينهو. لا 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 مو اسمه جرينهو. رومارينهو. رومارينو. يه رومارينو. باقي له 12. نيمار نسيته، مرسلو، والعيال مع الشطه ذي انسى كل شيء. والله حاولت اني دا يوم شفتك زعلان غيرتها لك. طيب عوافي العافيه. قط امها. لا 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 فرها بيدك فرها بيدك فرها بيدك.
ايدك يا ابي تخرقها من يمين وشمال فرها بيدك فرها عشان ما مرها انا بيدي لونها لون زومبي اوريدي موجود فيها او ماي جاد طيب يعني خسرت الجوله الاولى خسرت الجوله الثانيه خسرت الجوله الثالثه والله مستحيل اخسر طيب بسم الله الرحمن الرحيم الان هنا في تعداد المزاد بطني عور تمام شوف الزومبي هذا ليش انا اشوفه بس عشان تخاف يلا خالد طيب ريان الجوت خالد بلو الملقب بالمهندس خالد كيف حالك عساك طيب راح نكون في الملعب حقك يا خالد الله. اول شيء وش تبغاني اختار فئه ليش لا اختار الفئه شيء اللي منصب بيني وبين ريان منصب بينك وبين ريان تمام لاعب منصب يلا وش ايش وشو طيب اختار اليوتيوب يلا يلا يا يوتيوب اوه يتحداه في اليوتيوب يلا كم تقدر تعدد لي يوتيوبرز بشكل عام سواء عربي اجنبي ابدا انا مين يبدا يلا كم تقدر تعدد 20 20 يوتيوبرز ولازم تعرف انه في 30 ثانيه فقط والله يجيبها انا يلا 20 3 21 3 22 3 2 1 ترى بيروح 23 23 3 24 24 3 2 واحد وشو اروح 24 24 24 عبود بذمتك يلا 30 ثانيه بسم الله اصبر واحد اثنين ثلاثه ابدا انا بدر ركان ريان صهيب فيرفل مودي صغير مودي الكبير شونك احمد شو جلوري فارس عزوز كمستكا روب موسكو في بندريتا ابو فله شو يسمونه ابو عبير ابو عابد 16 مستر بيس كي اس اي لوغان بول جيك بول جبتها لا لا ما جابها والله 24 والله يلا 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 باقي له واحد حط حول معي زومبي مين حسبت 24 انا حاسب خويي تحول معي زومبي خويي انا حاسب 24 24 ايه اذا مو 24 كلكم في الكومنتات سفلوا بدر ايوه ايش فيك نظره يلا نظره حط عينك بعينه يلا خلاص ما يقدر يلا خلاص اصبر عيدها ها ايش رجع يلا خلاص بسم الله الرحمن الرحيم قلت يلا بس ايش بس ايش بس حكم ايش هو يقول ايوه الجوله الرابعه صهيب وريان صهيب رابط التذاكر موجوده في اسفل الوصف هو الرابط المفضل انا ادري ان التذاكر راح تروح بشكل سريع فانا اتوقع انك لو دخلت الان الى التذاكر راح تلقاها من اكله بسم الله الرحمن الرحيم ونشكر الراعي الرسمي لحفله الاسبوع الرعب فيرفول بسم الله يلا كول على العافيه كول زاكيه بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي ايش تحولت اربع يا الله نعرف مين نهجم ها نعرف مين نهجم اول حرف اسمه بدر ابو نوح اي على العافيه سم بالله ابو اسمي يا الله اخي على العافيه على العافيه على العافيه والله عسى لذيذه عسى لذيذه بسم الله شمها انت بس شم ريحه زومبي والله شوف زومبي حتحول صار ياكل لا اله الا الله ما خلصنا لا مستانس بالسواليف يلا كل على العافيه صهيب 50% من الارباح ايش 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 حبيبي ايش والله ما ياكل حبيبي بيني وبينه والله ما ياكل خرب الهودي الابيض خرب الهودي الاسود بس تحول زومبي لا 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 صايب لا 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 كتر ارضي يا ابن الذين صايب اجلس لأرن راسك احنا نخاف منك عشانك معضل مو عشانك زومبي مو عشانك زومبي ترى ها صهيب ابن عمي اجلس كول اصبر انا صراحة معليش هذه الفقرة الوحيدة اللي راح اجلس فيها شاف كول كول يا جماعة انا وش يسموني في الحلقة هذه ايش يسموني غابن بدر الف ايوه اطلع لك سلاحي ايوه الله يا القد الله يا القد يلا بالعافيه يلا يا يلا السلام عليكم يرحم والديك كلها يا اخي تكفى يا اخي يرحمني والديك يا اخي كلها يا اخي ماني راح الحق ماني ماكل لحسه بسيطه وصلنا إلى الجولة الخامسة ومعنا فقط ثلاث أشخاص خالد المهندس صهيب السباك والبستنجي والكهربائي
واللي اشتغل جميع الشغلات في الحياه. هذه معلومه فاكتس فاكتس اونلي فاكتس نقول هنا حقائق. ما في فقط فيها واه فقط هذه ما في فقط في المهنه اللي اشتغل فيها. والشخص الحرامي واللي خسر اخوه واللي سحب عليه باذن الله ان هذه الجوله راح تطلع فيها زي ما طلع اخوك. واتحدى راح تطلع راح اتحداك. الشطه الخامسه يا جماعه شطه مخيفه الشطه ما قبل الاخيره للشطه المرعبه شطه الموت هذه ما ادري هذه الله يستر هذه تشوفها تنحاش منها. الشطه الخامسه يا جماعه شطه تخليك تحلم انك في الشاطئ من كثر الحراره. ورنيها بالله ورنيها هذه اقسم بالله اني عرفتها. طيب اقسم بالله اني عرفتها. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الان الفقره الخامسه راح اختار رقم ما بين الواحد الى 100. اوبا واقرب شخص للرقم اللي انا مختاره راح يتعافى ما راح يتعاقب. طيب احكي الرقم عشان هذا. اي راح اتكلم. سكروا عيونكم عشان لا نسمع. الرقم يا جماعه اللي راح اختاره وزي ما هو واضح لكم وراح تعرفون هذا هو الرقم. أقرب شخص لهذا الرقم راح يتعافى راح يتعافى. واحد يب واحد واحد فقط فقط واحد. أبدأ أنا؟ تبغى تبدأ؟ إيه أختر رقم. أنا مخك حول دحوم 21. رقم 21 ركان. يا أخي أنا محتار الصدق لكن ما أتوقع أنك رقيت فوق أتوقع أنها تحت فلذلك بختار رقم واحد. رقم واحد نعم خالد هو اختار واحد شيء صح اذا اخترت تحت يمكن هم يكونون اقرب. 22 انا قاعد احلل لا قاعد احلل كم انت اخترت 21 واحد لا 22 رقم 22 يا قناته يا فقره والله. طيب الرقم اللي اخترته يا جماعه رقم له سبب عندي وله معنى عندي. رقم 23 قدرت اوصل او اسرع رقم الشخص يا جماعة رغبنا اخترت رقم 18 هو الرقم هو الرقم اللي وصلت فيه الى مليون مشترك 18 يوم وهو رقم اللي راح يكون رقم الجيرزي حقي. عطني ابي اصب. لا 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 اجلس انت ارتاح 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 صايب ارتاح. دقيقه نتفاهم يا اخي دقيقه نتفاهم. بقول شيء بقول شيء ابى اشم الريحه قبل. طيب ركز معي هل تثق في حاسه الشم عندي ورب الكعب ان هذه حاره مره ورب الكعب لا تفقع زي اخوك يا اخي خلاص طيب يب. انا ما اشم دقيقه يجعلني اموت الحاره دخلت بعيني حارة. لا 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 هذه فيها بس 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 خلاص خلاص والله بس تبغى تطلع اطلع بس بس حق لا 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 برها برها انت برها كيفك ما يفرق انت شخص يا ابونا ولا لا شخص يا ابونا ما شخص انا بس انه عشان بس بس, 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 بس عشان تستمتع بالصلصه والله 18 يوم كانت حلوه ها اي والله 18 يوم كانت سريعه جدا قاضي لا والله مستحيل عيال والله مستحيل والله مستحيل مو باين مو باين الدجاج شوف باين الدجاج طيب اول واحد راح ياكلها خالد لا لا انا معليش حاجة لا 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 مو حاجة ولا قص ايه ماكي جوله الاولى الثانيه ما دخل ما دخل الرابعه اللي فات فات هذا باخذ وين حجر قص حجر قص انزل لي وشو حجر واطي تبغى اكسر عينك زي ما كسرت عينك هنا الملك تبغى اكسر عينك زي ما كسرت عينك يلا طيب يلا هنا الملك جاهز يلا 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 حجر ورقم قص يلا سر امها يلا كل كل حبيبي كذا سويت حبيبي كل لا لا ما سويت كذا يلا حبيبي سويت كذا يلا كل 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 الان يلا زي اخوك زي اخوك زي اخوك روح روح العش زي اخوك يلا مصيبة صح؟ قسم بالله ريحتها تحرق والله الريحة تعمي هذه مو هذه مو ريحة تشمها عيب انك تقول تشمها هذه هذه حرارتها هذه تشوفها قسم بالله تشوفها عزيز المشاهد هذه تشوفها بعينك والله العظيم انك تشوف الريح الحرارة من عندك مستحيل انا عندي اقتراح ابو نوح وش الاقتراح؟ ودام انك جلست ايوه عيت من الله خير تمام ابى العب معك لعبه ايوه هل تقبل وش اللعبه هل تقبل العب معك لعبه اي نعم انفست علي اي فابتاكل اباكل واذا خسرت انت اباكل ايش الفايده لا 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 انا انفست انت انا باكل والعكس اذا انا خسرت اي انت تاكل انت كذا ما كذا ما كذا هذه من الريحه لا لا دقيقه طيب اقول طيب اسمع انا اقول لك طيب ها ابلعب معك أيه. تمام ما عندي مشكله اذا انا فزت ايه راح اكلها كيف تاكلها لا لا معليش لا صار انا اقول لكم لا لا والله الريحه تشوفونها ترى في دخان هنا ما احنا قاعدين نشوف ولا نسمع زين اسمعني اذا انا فزت راح تاكل ثنتين ممنوع عليك الانسحاب راح تاكل ثنتين ممنوع الانسحاب ما تنسحب اذا انا فزت ايوه اذا انت فزت ايوه حلو راح اكلها انا تحلف والله لا اكلها لكن ايه ركان راح تاكل يمينا بالله راح تاكل ثنتين ممنوع الانسحاب لا 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 اقدر انسحب لا حبيبي اصلا تحدي هو اجي 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 ما راح خلاص ما قبلت لانك جبان هطف اي خلاص انا هطف يلا كل ما قبلت روح يلا يا جبان انزل اللعبه
ما راح اكل يا هاتف. يا اخي انزل لي اللعبه فوز وخساره، انزل لي. انت ايش فيك انت ما تعرف؟ ممنوع الانسحاب تم. انت ليش عندك مشكله مع الاقناع يا اخي؟ ما تاكل حبتين؟ لا حبه واحده. لا تاكل حبتين؟ لا والله لا, لا, والله. لا والله انت مجنون. انا باليلا اكل واحده يا اخي، اقسم بالله العظيم. تاكل حبتين؟ تاكل حبتين ولا لا؟ حبه واحده. تاكل حبتين ولا حبه واحده؟ خلاص بس يلا كل. ما راح طب وش تحديك؟ خلينا نشوف تحديك، يمكن اقبل. لا لا مش انت اللي بتحديني، مو انا. طب اعطيك تحدي حقي. يلا وش تحدي حقي؟ التحدي حقي بوشب. طب صبر. لا 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 طيب اسمعني، في اكس او لعبه انا بنسحب ترى. انسحب انا؟ ما انا 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 الان جالس اقدم الناس. انا ابيك تنسحب في النهايه، هذا هدفي. ولا وش ابيك تاكل دجاجه؟ ابيك تنسحب. لازم تفهم الفكره اني انا ابغاك تنسحب، لا تحس انك فزت. طيب شم. شميت شم. شميت اي شميت بعدين؟ والله ما شميت، استغفر الله. ما راح اشمها اكيد. انا ما اقدر والله. ايوه اعطني يدك. ايوه اعطني يدك. بشوف لا شيء. والله ما تشوف شيء. ليش ما تشوف شيء؟ لا ما اشوف. يا اخي دقيقه وش تفل وش انا ما توصل ما توصل. يلا انسحب عينك تشوف. يلا انقل. يلا روح روح. والله ما اكلها لو اموت. روح انسحب. يلا مع السلامه يا شباب. خالد نراكم على خير. والله ما اكلها لو اموت. الان خالد بلو عندك هذه، هل تقدر تحملها ولا تاكلها؟ هل يا خالد بتخلينا نشوف في جائزه بالمقطع الشطه الاخيره او لا؟ في جائزه بالمقطع. الان خالد عندك الدجاجه هذه، هل راح تاكلها وتخلينا ونوصل للشطه الاخيره، شطه الموت، او راح تنسحب؟ عندك الموضوع ابو خلود، عندك الموضوع يا خالد. انت تشوف الشخص اللي قدامك شوي يتعصر عشان ذاق الشطه، مات وجهه تغير. بسم الله. سم بالله. اي سم بالله. امضغ. زكي. واو لذيذ. جميل. حولت هولك؟ حنشوف هولك اليوم بالحلقه؟ خالد كيف الوضع معك؟ انت اذا اكلت شطه مخك يضرب. تبغى مويه؟ كيف المويه قدامك؟ المويه قدامك، تقدر تاخذها وتشربها في اي لحظه تبغاها. في حليب، عطني تقربه. في هنا حليب. خالد قدامك الحليب. كمل خالد. كمل كمل. ليتس جو. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا يا جماعه الى الشطه الاخيره. 1,000,000 سكوفيلي، ما ادري سكوفيلي، واللي هي درجه مقياس الحراره، درجه مقياسيه مليون يا جماعه. انت متخيل معي عزيزي المتابع؟ مليون درجه. الفقره الاخيره راح تلعبون شنقا جنقا شنقا جنقا جنقا شنقا. Let's go. الفقرة الأخيرة شطة المليون سكوفيلي، درجة الحرارة ما أدري شو اسمها لكنها درجة حرارة خيالية يا جماعة. والله العظيم أني أنا حاب أقول لكم، تقدر تنسحب يا صهيب، تقدر تنسحب يا خالد. اللي راح يطيح هذه اللعبة راح يذوق عذابه، تمام؟ راح يذوق عذابه. اللهم هل بلغت، اللهم فشهد. تقدر تنسحب، تقدر تنسحب، ما حد جابرك أنك تاكلها. ممتاز ممتاز ممتاز. ولكن في معلومه استوعبت. لكن في معلومه راح ابلغكم اياها، في حال الواحد خسر لازم ياكل الدجاجه اللي فيها هذه الشطه، ما يقدر ينسحب. الان هي فرصتك الاخيره انك تنسحب، في حال انك خسرت راح تاكل هذه الشطه، ممنوع الانسحاب فيها. عندك فرصه انك تنسحب. عندك فرصه انك تنسحب. لا ما راح انسحب. تمام جاهزين؟ 3 2 1 تبدا صهيب. خالد الان ابدا. كل واحد عنده 5 ثواني فقط انه يدف. بيدين ولا بيدين؟ يد واحده. 5 4 3 2 1 اسحب. 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 خليه يسحب. لا 5 4 3 2 1 اسحب. 5 4 3 2 لا وش ليش عد؟ ليش عد؟ 3 2 1 اسحب. يلا اسحب. لا تساعده يا ابني، خلها يا اخي. لا تساعده. اسحب اسحب. اي اسحب. يد واحده. عم تسحب؟ اي عم بسحب عم بسحب. ايه عم بسحب. اسحبها انت هالوقت خالد، لازم تسحبها. قاعد اسحبها قاعد اسحبها. خالد اسحبها. قول خالد اسحبها. خلاص اسحبها اسحبها. تعال اسحب. خالد عليك هذه الدجاجه، اعطونا الشطه هذه. بسم الله الرحمن الرحيم راح نحطها. بس 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 شوف بس. اللون والله مستحيل دمويه هذه. يمه هذا اوبسيدين ماينكرافت تعرفه؟ هيك لون الاوبسيدين. مستحيل مستحيل ونوح. والله مستحيل والله. شرب. اي خلاص خسران. شرب خسران يعني. مش شرب خسران.
خسران. ها تغير لون الدجاجه. اي والله ما اشربه والله. هذا نفط. هذا نفط مو شطه. هذا نفط. هذا نفط. هذا نفط. يلا. لا مستحيل. والله خالد انا قايل ان هذه الجوله ممنوع انك تنسحب فيها. خلاص انسحب. مستحيل والله بنوح والله خلاص. خالد ابى اقول لك اياها مو في حال يوم عرفت انك خسرت وبتاكلها قلتها بس لا انا شخص منطقي انا قلت من قبل انه في هذه الجوله يا يعني انك تنسحب من قبل لا تبدا اللعبه او انك راح تاكل الدجاجه انا شخص منطقي وش فايده اذا اكلت فايده يا عيال في فايده خالد الناس يبغون يشوفون حرارتها وكان عندك فرصه واحده انك تنسحب من قبل كل قدمه خالد ترى كل ما تشربت كل ما صارت احر ايوه ايوه يا جماعه والله بس عشانكم فعشان كذا اشتركوا حبيبي تحدي هذا وشوف طيب يا جماعة إلى هنا نهاية الحلقة لا تنسون لايك والاشتراك بنطمن على خالد ونرجع لكم أبشركم يا جماعة خالد الآن وضعه أزين صح أنها حارة الشطة حارة لكن الحمد لله وضعه كويس فنشكركم على متابعتكم إلى نهاية المقطع معكم أبو نوح إلى اللقاء